وهذا المخلل الحلو فيه انه بجهز هلا بنكبسه بجهز للاكل بعد 4-6 ساعات. اها هاي السكينه اللي هي بتقص بهذا الشكل. اذا ما عندنا اياها عادي بنستخدم سكينه عاديه. قطع الخيار لشرايح لقطع مش خميله يعني نحيفه. اوكي هون عندي مجهزه كميه وبنحطهم كلهم بصحن غميق. اوكي عندي هون فلفل حار طبعا اكيد حسب الرغبه. بحب احط الوان بيطلع حلو برضه. بنقطعهم لحلقات هالابينو فلفل عادي اللي بتحبوه بنزيدهم هون. فهون عندنا خيار وهي عندي مثلا بدي احط سن توم فبس بدقها هيك عشان النكهه تطلع. وهون عندي شبت اخضر نفرمها فرمه خشنه وهيك صار عندنا الخضروات جاهزه. هون عندي كاسه مي وكاسه ونص خل ابيض رح نزيد عليها ثلث كاسه سكر ابيض. هلا هذا المخلل حامض حلو مش مالح حامض حلو عشان كثير بلبق مع السندويشات. نزيد عليها معلقه ونص كبار ملح تمام وزدت معلقه كركم وهيك غلط. نستناها تغلي بس دقيقتين. نخلط كل المكونات مع بعض الفلفل الثوم الخيار ومنعبيها بالمرتبان. يعني وبحب احكي انه هذا المخلل الخيار سمير هاد بعد ما ينكبس يعني بعد بيوم خلص بنحط بالثلاجة عشان نسبة الملح مش كثير عالية فيها انه يضل بدرجة حرارة الغرفة. تمام نعبيها هينا عبينا الخضار. هلا رح ننزل المي وهي سخنه عشان هيك بتخلل بسرعه. القطع عندي صغار للخيار والمي رح ننزلها سخنه فرح يتخلل عنا على السريع. بسم الله يا رب ما يوقع. اوه نية صافيه. طبعا بسم الله والله خطوات سريعة بتخليه فاتح هو يبرد ولا بدك اياه يغلق؟ عادي يعني بتخليه يفتح عشان هاي ضغط لحد ما يوصل هيك درجة حرارة الغرفة بتسكر عليه بعدين بتسكر عليه بالضبط. بس عشان هيك بتخلل بسرعة بنخلله بمي سخنة وقطع الخيار صغيرة مش كاملة. يا عيني تمام طبعا هو لازم يغمره لازم يغمره ما في مشكلة هاي شوي كبيرة وبس.